رجعنا لكم مشاهدين من جديد وفقرة مهمة جداً عن الصورة النمطية أو اللي يسمونه الستيريو تايبينج. قد تكون أحد أدوات العنصرية أو حتى التمييز، ولكن إحنا ما نعرف، وعشانها صورة نمطية. أكيد تتساءلون وش هي الصورة النمطية. طبعاً الصورة النمطية مشاهدينا هي افتراض أمر معين لمجرد تداوله بين الناس بدون تجربة أو حتى بدون حكم صادق نابع من تعامل مباشر مع هذا الشخص أو هذه الشخصية أو هذه الجنسية أو هذه الديانة أو أيا كان. أكيد راح نوضح لكم اليوم أكثر عن هذا المعنى والتعريف الصحيح له مع ضيفتنا في الاستوديو، واللي راح تقول لنا وشو أو ما هو تأثير الصورة النمطية على حياتنا. خلونا نرحب معكم مشاهدين بضيفتنا شيخة تويم، أخصائية اجتماعية. هلا وسهلا فيك شيخة. هلا حيك، هلا بك. شكرا لك وشكرا لقبولك هذه الدعوة. احنا راح نتكلم اليوم عن موضوع متشعب جدا، موضوع الصورة النمطية او الستيريوتايبينج، انه احنا نتعامل مع شخصية معينة عشان احنا سمعنا ان هذه الشخصية كذا، شفنا مثلا من بعيد او فيديو او مقطع. هي صورة نمطية، انا ما تعاملت، انا اول مرة اقابل هذا الشخص. لكن قبل ما نتطرق في هذا الموضوع شيخة، خلينا نتكلم عن تعريف الصورة النمطية. وش معناته؟ نقدر نعرفها بأنها شحنة من الأحكام السلبية، شحنة من الأحكام السلبية على أشخاص. أشخاص إحنا ما كنا قريبين منهم أو إحنا ما نعرفهم، بمجرد مقولات شائعة صدرت من فئة معينة لأغراض، إما لأغراض نفسية أو لأغراض مكانة اجتماعية أو لأغراض تهدف للشخص، أغراض تكون للشخص نفسه، يعني ما هي صادرة عن أصدار، ما هي صادرة عن معرفة. يعني أنا أعرف الشخص نفسه. صحيح. طيب لما اليوم نقول الصورة النمطية، يعني نقصد الحكم على الشخص، إحنا لما نشوفه يعني نحكم عليه من لبسه، من مظهره، من شكله، هذه هي الصورة النمطية اللي إحنا نقصدها؟ لا، مش من صورة، اللي تكون هي من إرث أو معتقدات أو من مقولات قديمة، فيتبناها الشخص، يتبناها الشخص ويعتمدها على أشخاص. قد تكون ظلم أو من غير أي سابق أي إنذار، مجرد أن من عرق معين أو من نوع معين، ذكر أو أنثى، أو ممكن إحنا نقول عرق معين، أبيض أسود، من غير إحنا ما نتحقق أو نكون قريبين من الشخص، ويكون الأحكام ظالمة وقاسية ودائما تكون سلبية. يا شيخ أعطينا شوي أمثلة عن التفكير النمطي. التفكير أمثلة، ممكن إحنا زوج أو زوجته، ممكن نقول الزوج دائما يكون الفكر السائد أن المرأة تكون في البيت دائما، يعني ما يبغاها تطلع، ما يبغاها تروح. أو ممكن نقول بس ليش، يعني إيش السبب اللي خلاه، إيش الصورة النمطية اللي خلت الزوج يقول أن ما تطلعين وبحبسها مثلا؟ لا، هو ما يبغى يعارض المجتمع، ممكن ما فكر، حتى ما يكون فكر أنه خرجتها أو طلعتها أنه تضر أو ما تضر، بس ما يبغى، خوفا من كلام الناس، خوفا من آراء المجتمع، خوفا من ما يبغى يخوض في جدالات مع اللي حواليه، فيرتكز على أنه مثلاً عيب المرأة تطلع من البيت بس فقط. طيب خلينا نتكلم عن الفرق. يعني في ناس كثير يمكن تقول لك طيب وش الفرق بين الصورة النمطية وبين الانطباع الأول؟ اشرحي لنا وش الفرق. في ناس عندهم ترى يعني يحسبون أنه نفس الشيء، هل في فرق؟ لا، في فرق أكيد. الانطباع الأول لما أشوف شخص أول مرة، فأنا أعطيه حكم من أول مرة من غير ما أجلس معه، يعني أعطيه حكم بناء على شكله، بناء على محادثة معه، بناء على أول لقاء. بعد كذا ممكن أني أغير رأيي، لكن الصورة، لكن الشخصية النمطية لا، تكون معتقد أو يكون معتقد ويخدم فئة من الناس. أحيانا يكون الفئة هذه تكون يا إما تكون فئة، يعني في مجتمع كامل، يا اما تخدم اشخاص معينة. طيب خليني يعني بعطيك سيناريو معين وابيك تعطيني رايك فيه.
هل ممكن يكون يعني الانطباع الأول يكون عندي صورة نمطية لهذا المكان أو هذا الشعب أو هذا الشخص أو أيا كان؟ لا فهمتي جاكس؟ يعني مثلا أنا اليوم مثلا دخلت السوبر ماركت المعين، سوبر ماركت جديد فاتح، رحت لقيته مو بمرتب، تعامل الموظفين مو كويس، هذا انطباع أول مرة دخلت المكان، صار عندي صورة نمطية أنه هذا المكان سيء خلاص للأبد. هل ممكن يعني هذا السيناريو ممكن أنه الانطباع الأول يكون صورة نمطية عند الشخص؟ لا 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 أبدا. الصورة لما أنا أدخل محل وأشوف أنه غير مرتب، هذا يكون حكم صادر مني. حكم صادر مني أنا شخصيا، أنا أدخل المحل أشوفه غير مرتب، أفترض فرضيات أبني عليها أشياء، أبني عليها أن المحل هذا غير مرتب وأنا ما راح أجي وأكون أصور فكرة عنه فكرة. لكن الصورة النمطية إما أن تكون عن طريق أفكار مجتمعية أو آراء، أو تكون تخدم أهداف سياسية فقط. طب هل ممكن تكون الصورة النمطية عادات وتقاليد، وهل ممكن أن احنا نغيرها مثلا؟ هي عادات وتقاليد فعلا، هي تكون عادة مأخوذة من مقولات قديمة، مقولات أو من شعوب، يعني من شعوب فرضت هذه إما لأغراض سياسية أو لأغراض هيمنة على الشخص الآخر أو طيب شيخة، خلنا نتكلم عن تأثير الصورة النمطية على حياتنا. يعني مثلا يجيك شخص يقول لك أنا ما أسافر هذه الدولة. ليش ما تسافر هذه الدولة؟ شعبها سيء. طب أنت قابلت شعبها؟ لا والله ما قابلت شعبها. طب ليش ما تروح؟ بس أنا سمعت. هذه صورة نمطية؟ تقريبا أي. طب كيف تأثر على حياتنا؟ كيف تأثر؟ لأنه أنا كذا حديت من تفكيري، حديت من 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 تجاربي، حديت من إبداعي، حديت من صحيح. تخيلاتي. يعني أنا لو خلاص أخذت الفكرة ويعتمد على هذا، تعتمد على العقل الكسول. نعم. أو يكون العقل أو ما أعطي نفسي تجربة، ما أعطي نفسي تجربة، ما أعطي نفسي مجال إني أشوف قبل لا أحكم. قبل أحكم على الشخص، حكمت على المنطقة أنها شعب أنها يعني أنت ظلمت. ظلمت. وغير كذا ما تحققت الموضوع وعممت والتعميم، ولازم يحتاج تفكير نقدي، وغير كذا غير إني لازم أفكر، لازم قبل لا أخطي أي خطوة ما أخذ مجموعة آراء قديمة. أستاذة شيخة تويم، يعطيك العافية وشكرا لك، وشكرا لوجودك اليوم معنا. شكرا لك. مشاهدينا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. الخميس الونيس مع الموهبة الفنية أفنان عباس